يسعد مساكم حبايبي، وهيدي طريقة العمل المعمول بحشوة التمر من السميدة، الطحين الفرخة. سبق وشاركتكم بكتير وصفات عندي، حبيت شارككم هيدي الطريقة، كتير سهلة وبسيطة، مكوناتها متوفرة بكل مطبخ وما بتاخد معنا كتير وقت، فينا نشتغلهم ونحضرهم بيوم واحد، والحشوات بترجع لزونا. انا لما بعملهم بالتمر بحط للعجينة بهارات الكعك، لما بعملهم مع المكسرات ما بحط بهارات الكعك، بس بحط المحلب عشان ما يأثر طعم بهارات الكعك على المكسرات. بالنسبة للسكر البودرة، انا ما بحب حط على كل الكعك سكر بودرة، يلي بده لما ضيفهم بحط له على كعكاته سكر بودرة، لانه في ناس بتتضايق من نسبة السكر العالية، وحتى انا بهيدي العجينة للمعمول ما بكتر سكر أبدا، فكمية السكر جوا العجينة أو السكر البودرة على المعمول ترجع لذوقكم. هيدا معمول كتير هش، شوفوا بفت مثل البسكوت وكتير طري معنا بيكون. عم جهز هلأ بدي أعمل المعمول. بالنسبة للمعمول تستخدموا طحين الفرخة، واستخدموا أفضل نوع من السميدة الناعمة اللي مخصصة للمعمول، في نوع من السميدة ما بتتشرب السمنة فبتطلع معكم ناشفة. هلأ أنا استخدمت، حطيت هون 2 كيلو سميدة ناعمة، كل 3 كبايات سميدة ناعمة طحين الفرخة بدهم كوب سمنة، والكيلو بيطلع 6 أكواب بكوب المقاييس، يعني الكيلو بده كوبين سمنة، وكل 3 أكواب سميدة ناعمة بدها كوب سمنة. أنا بستخدم سمنة كيو بي بي، هيدي أفضل سمنة للمعمول، أو فيكن تستخدموا زبدة. بالنسبة لكيلو سميدة الناعمة طحين الفرخة بده معلقتين حليب بودرة، أو كل 3 أكواب سميدة ناعمة بدها معلقة طعام حليب بودرة. رح أخلطهم سوا. هلأ كل 3 أكواب سميدة ناعمة بدهم معلقة طعام سكر، فيكن تحطوا السكر هيدا الناعم وفيكن تحطوا سكر، بس اختاروا حبيبات وصغيرة ناعمة، ما تحطوا سكر خشن أبدا. أنا حطيت معلقتين طعام سكر بودرة لكل كيلو سميدة ناعمة، أو كل 3 أكواب سميدة ناعمة بدهم معلقة طعام سكر ناعم أو سكر حبيبات صغيرة. رح أخلطهم سوا. كل كيلو سميدة ناعمة بده معلقة صغيرة مليانة من المحلب، أو كل 3 أكواب سميدة ناعمة بده نص معلقة صغيرة محلب، وأفضل المحلب ينطحن طازة عشان ريحته تكون أقوى. كل كيلو سميدة ناعمة بده معلقة صغيرة ونص مليانة من دقة الكعك، أو كل 3 أكواب سميدة ناعمة بده 3/4 معلقة صغيرة مليانة من دقة الكعك. بالنسبة لدقة الكعك، هي حبات شومر مطحونة مع ينسون مطحون مع شوي جوزة الطيب، في ناس بتضيف لقرفة وفي ناس ما بتضيف قرفة. هلأ خلطت السميدة مع البهارات مع السكر والحليب. أنا دايما قبل ما أضيف السمنة بحب إني أنخلهم أفضل، هيدول اللي بترسبوا آخر شي لا تضيفوهم. كل كيلو سميدة ناعمة بده كبايتين سمنة مدوبة، أو كل 3 كبايات سميدة ناعمة بدهم كوب سمنة مدوبة. ضفت على السمنة معلقة طعام سكر، أنا طاحني فيها كم حبة مستكة، شي 6-7 حبات مستكة، هلأ رح أخلطهم سوا. وهي السمنة بعد ما خلطتها مع المستكة والسكر رح أحطها على السميدة وابدأ بسبسهم. هلأ رح أبدأ بسبسهم بإيدينا بهيدي الطريقة، نلم السمنة على السميدة بهيدي الطريقة من بسبسهم، لنتأكد انه كل السميدة تشربت كتير كويس بالسمنة. ودائما اختاروا سميد الفرخة المخصص للمعمول يلي بتشرب السمنة، مش اللي خشن او الناعم، في نوع ناعم بس ما بتشرب السمنة كتير كويس، انتبهوا لهيدي الخطوة. هلأ رح خلي السميد الناعمة يلي انا بسبستها بالسمنة اقل شي من 12 ساعة ل 24 ساعة، طبعا افضل 24 ساعة، بس مش اقل من 12 ساعة بتخلوها منقوعة او مبسبسة بالسمنة. كل ساعة ساعة ونص اعملوهن بسبسوهن مرة تانية بالسمنة احسن، يعني مش تغطوهن وتخلوهن، كل ساعة اعملوهن بايديكن بسبسوهن مرة تانية وارجعوا غطوهن بالنايلون. انا هيدا المعمول رح اعمله بالتمر، لانه انا لما اعمل معمول بدي احط فيه جوز او فستق، ما بحط له دقه كعك، بس بحط محلب. دقه الكعك طيبه اكتر شي مع التمر، وهيدي بترجع لذوقكم، احنا طريقتنا هيك. انا ما بحط دقه الكعك مع الجوز ومع الفستق، للجوز والفستق بحط فستق بس بحط المحلب، اما للتمر بحط له دقه الكعك، لان دقه الكعك بهاراتها كتير قويه بتغطي على طعم المكسرات.
هلا عندي انا هون السميدة تركتها 12 ساعه، هو الافضل 24 ساعه، وفي ناس بتخليها 48 ساعه، بس انا لانه حطيت فيها حليب البودره والسكر فرح اعملهم بعد 12 ساعه. هلا انا هون مجهزه كوب فيه نص كوب مزهر نص كوب موارد، رح ابدا اعجن فيهم. كميه المزهر والموارد حسب كميه العجين عندكم السميده. هلا رح ابدا لمهم، طبعا كمية السوائل حسب كمية السميد اللي انتم محضرينها، يعني الكيلو بده تقريبا كوب. ارجع زود مزهر وموارد، طبعا تقدروا تحطوا بدل المزهر والموارد مي دافية عادية وتزودوا عليهم مزهر وموارد، هيدا بيرجع لإلكم، بس مش مي سخنة، يعني مي من الفلتر بتكون بحرارة المطبخ. هلا رح ابدا لمهم هيك بأطراف الأصابع، ما بدي اعجنهم كتير قوي، هلا بس بدي زود لهم شوي مي باردة عادية، ما حطيت مزهر وموارد لانه حطيت كمية كافية، ورح ارجع اعجنه. وهيك عندي قوام عجينة المعمول كتير ممتاز، طرية ومش ناشفة، وهلأ رح ابدأ اشتغل فيها. هلأ انا هون جهزت التمر، بالنسبة لمعمول السميد لاني حطيت فيه بهارات كعك انا ما بعمل فيه جوز او فستق، بس بعمل فيه تمر. اذا بدكم تعملوا نفس الطريقة ما تحطوا بهارات كعك للجوز والفستق عشان تحافظوا على طعمة المكسرات. هيدا التمر انا شلت البذور منه وحطيت عليه معلقة طعام سمنة وشوية زيت زيتون وبهارات كعك وشوية برج جوز الطيب، ودعكتهم سوا كتير كويس لصاروا ناعمين، وعملتهم كور صغيرة. ناخد قطعة من العجين وبنحشيها، ما نكتر تمر اكتر من السميد لانه التمر بس يتعرض لحرارة رح يتمدد جوا حبة المعمول. بعد ما حطيت فيها التمر حطها بالقالب، طبعا القوالب بالنسبة للنقشة او المقاس كلها بترجع لكم. وهيدي اول حبه صارت عندي جاهزه، راح احطهم بصواني عليها ورق زبده، ما دهنتهم شيء ابدا. هيك راح نكرر، اهم شيء ما تكتروا التمر عشان لما يستوي التمر او يتعرض لحراره راح يصير اكثر من السميده، والمقاسات بترجع لكم. وهيدي صواني المعمول عندي صارت جاهزه، هلا بدي اخبزها بالفرن. الفرن انا مشعليته قبل 10 دقائق ربع ساعة على درجة حرارة 200 درجة، مشعليته بس من تحت، هلا رح خفف لل 180 وخليهم بالفرن بياخدوا 8 دقائق بس نشوف الارض شقرت، منشعل الشواية من فوق ومطفي من تحت. هلا عندي حبات المعمول استوت من تحت، شوفوا هيدا اللون المطلوب، بس رح اعطيها شقار خفيف. تنتبهوا عليهم تحت الشواية ما بدنا نحمرهم ابدا، اذا حمرتوهم بصيروا جامدين بس يبردوا. شوفوا بتكون هيك من تحت مش قرة من فوق، بس يبردوا راح احط عليهم سكر بودرة. وهيدي حبات المعمول بعد ما شقرت شوي تحت الشواية، اكتر من هيك ما في داعي، هيدي التشققات كتير عادية، بس يبردوا بتسكر بترجع على بعضها، عشان هيك بقلكن ما تزودوا تمر جوا حبات المعمول لانه التمر بس يتعرض لحرارة راح يتمدد، عشان هيك بتشقق معنا الحبات، بس لما يبردوا بيرجع بيسكروا على بعضه. انا حبيت صوركم القطع يلي اول ما طلعتها من الفرن شفتوها شققت شوي، يعني مثل هيك، كل ما بتبرد كل ما بترجع حبة المعمول بتلم على بعضها وبتسكر، ما بتعودوا تشوفوا هيدي التشققات، هيدا لانه التمر بس يرجع يبرد ويجمد بصير يسكر على بعضه. هلا هيدول سخنين، كل ما بردوا بتلاقوهم سكروا على بعض مثل هيك. وهيدا الشكل النهائي لحبات المعمول، حطيتهم ورتبتهم بصحن التقديم، وبختار صحن يكون له غطاء افضل عشان ما تنشف عندي حبات المعمول. اللي بيزيدوا بحطهم بتبروال وإلهم غطاء كمان. انا ما بحط سكر بودرة على الوش ابدا الا وقت الضيافة، وبسأل يلي بده بحبوا سكر بودرة بحط لهم، في ناس كتير بتحب بس حلى التمر، لانه اغلبنا بالعيد ضيافاتنا بتكون وصفات معمول او كعك مشكل بيكون عليه سكر بودرة، فمش الكل بيقدر يتحمل نسبة السكر العالية. وحتى بالعجينة انا ما زودت السكر، هيدا بيرجع لرغبتكم، فعشان هيك انا ما بحط عليهم سكر بودرة الا وقت الضيافة. وهيدا المعمول فينا نعمله باي حشوة بدنا اياها، مكسرات جوز او فستق، بس اذا انا بعملهم بالمكسرات بشيل بهارات الكعك من الوصفة عشان ما تأثر على طعم المكسرات، اما للتمر بحط البهارات. وهيدا معمول كتير طري وهش وطعمته كتير طيبة ومميزة.